حلقة اليوم من آدم حواء. ياسمين شو بك حياتي عم تهمدري؟ يا الله بخيلك ياسمين. يا عزام بدك تنام برتاح. حياتي شو صار لي جنيتي؟ عصام هدول تمارين لابعاد الارق اللي جمعت نام اذا ما لك ملاحظ. ما قد ما لك ملاحظ ما انت بتحط راسك على المخده بلش تشان خير. امشي بعيونك حاسدين. اصلا علم النفس بيقول انه الرجال اللي بينام عم خديته دغري بيخفى هذا بيكون زلمه نظيف وضميره مرتاح. شو بتقصد؟ ما بقصد شيء حياتي بنوي. لحظة شو بتقصد قبل ما تنام جاوبني انه انت يعني ضميرك نظيف وانا ضميري مجوي؟ عصام جاوبني. يا عصام ممنوع تنام قبل ما انا اخفى وما تكلمني انا مرتك. وطاج كتافي وبمر ايد اليمين فوق راسي بلقط فيها دينت شمال او ايد شمال بلقط فيها لحظة دينت يمين. عظيم. سيسي انت هون فيس تهدي لي كتاب بدي كفي. ياسمين حياتي انا بحب لك انه انا زلمة بشتغل وبحاجة انني حبيبي انا بحب لك انه انت صحي زلمة بدك تشتغل وبحاجة تنام بس انت زلمة كمان بلا ذوق لانه انا بوقف على راسي لاقدر نام وانت بتحكيني بالنوم هيك. ياسمين هذه طريقة لتنامي؟ ايه هيك كتاب بقول. هلا بليز هدي لي اياهم المعروف. امري لله. نيم. تفضلي. اوكي وهلا عم بدك تهدي لي اجي بدلك شديد. اوه بتعرف كثير منيح. حاسه انا لو دخلت بلشت انعس. لا حياتي انت ما بلشتي تنعسي، انت بلشتي بصر لانه كل مية الزرع عم تنزل على عيونك وعم تحضري لجلطه بدماغ لانه كل دم جسمك عم ينزل على راسك. مبدئيا عم تعملي شلل كامل لانه كل خرزات ظهرك عم بتطقطق. مش معقول عصام شو مأذي وثقيل. هدي لي اجري بدي نام. ياسمين وانا مين بهدي لي اجري لنام؟ ما بعرف. يا حياتي عندي شغل. ياسمين خفيت ولا ماتت؟ ميمي خشبت. سيسي بتعرف شو قايلين بالمقال هون؟ انه حياتي شو معقول يكونوا قايلين بمجله بلا طعم بتقريها؟ بلا سالتك هلا عصام كيف تحافظين على اظافر رجليك رغم الشتاء القارس؟ او مثلا اغمزي الرجل الاسمر فيلحق بك صديقه الاشقر. بلا سالتك عصام او مثلا تجعلين من زوجك رجلا مهضوما رغما عن انف امك. هلا عن جد عم بحكي. عايلين قال انه المراه اللي ما بتدخن بيطلع بيلها اكثر تيتولا من المراه اللي بتدخن. شو عم تحكي؟ طيب شو في لهيدي النظريه تنطبق على الرجال؟ لا ما قايلين شو على الرجال. ما انا قلت ما معقول التدخين ياثر على تيتولا الرجال. ما في شيء بياثر قول يا حياتي ابدا. ميمي وقفت التدخين؟ شو فيها؟ قوم حبيبي لازم نتسهر خمس دقائق قبل ما ننام. ياسمين هيدي كانت قبل ما ننام بس هلا انا من حبيبي. حبيبي عن جد كثير مهم لانه امبارح بالكتاب اللي كنت عم بقريه اسمه الكوبل الناجح خمس دقائق مصارحه قبل النوم بتفيد كثير الكوب بتخليه يعيش 100 سنه. ايه بس حياتي كمان بالكتاب بيقولوا انه هول خمس دقائق مصارحه ما بياخذوهم ساعه واحده الا تلت بعد نص ليل. حبيبي مش مهم الوقت، المهم المصارحه المرحه والبريئه. حلو. ايه؟ تفضلي صاحي وتشرب. اوكي. السؤال هو البنات اللي كنت تظهر معهم قبل ما تتجوزني كان في اشياء بتعملها معهم ما بتعملها معي؟ اكيد ولا؟ مثل شو؟ ياسمين بلا ما نحكي بهذا الموضوع لانه اكيد رح تنزعجي وياخذ على خاطرك. مش حبيبي شو انا بلا عقل؟ المصارحه البريئه والمرحه. بصراحه انا كل الناس اللي ظهرت البنات اللي ظهرت معهم حبيتهم جسديا فكنت ضل قريب منهم لاتغزلهم بجسمهم وبظهرهم وببطنهم وبعيونهم. هذه
دي مصارحة حرة هادي. مصارحة حرة ايه ايه صعب دهرون من اللي بدأ؟ بتعرف شغلة عصام؟ حاسة انه الانسان بطل عنده ثقافة انه ما بعرف هيك ما بعرف يسأل حاله اسئلة مهمة عن الانسانية ما ترى. انه اسئلة مثل شو يعني؟ انه اسئلة مصيرية مثلا مين كان هداف كرة القدم سنة 1914؟ او من صاحبة الفنانة الفلانية وانت رح تترك؟ بلا سأل هلا عن جد عم بحكي انه ما بعرف هيك صرنا كتير سطحيين انه ما بقى عم نسأل حالنا نحن مين؟ نحن وين؟ نحن شو فينا نعمل؟ نحن مجوزين، نحن بالأوضة، ونحن فينا نعمل تيتولا ونحن موافقين. عصام ما حطيت دواء للبرغش؟ بلا حياتي حطيت لهم بنادول. عصام هلا وقت تمزح بشرفي. ياسمين ما انا منزوعه ما كنت البرغش. طيب شو بدنا نعمل هلا؟ ما عم بقتلني من هالبرغشه. اه عن جد؟ بقتلك اياها بهي؟ ايه بليز. عصام؟ شو بك ياسمين؟ عم تضربني؟ يا حياتي عم بقتلك البرغشه. وصلت معك لهون عم تمد ايدك علي عصام؟ اصلا حاسه عليك هالكم يوم ما ادري كيف منك طبيعي. يعني لمين عم بدق بهالليل؟ الو ماما عصام ضربني. شو؟ اوكي بتعرف شو عم تقول ماما؟ عم تقول الرجال وقت مد ايدها على مرته يعني عم بحب عليها. طيب شو عليك يا عصام؟ اصلا كنت قلبي حسسني انا دبارك مش عندي دبارك عند الماما. جي هلا وقريت لي فوت تخبى بالحمام قبل ما تفيدك علي وتأذيني. ما عليك يا عصام ما عليك. نوعيته وبأي مزاج فقرات أخبار الصباح رح تناسب مزاجكم وترضيكم. تكنولوجيا، ثقافة، سينما وغيرها. رح ننتقل من صفحة الطقس لصفحة الاقتصاد. سيارات عجقة وعم بتدوب.